السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محركة دكتور محمد طويل، دكتور التدريب الرياضي. النهاردة كنت هتكلمكم إن شاء الله عن موضوع مهم جدا، اللي هو إيه الفرق ما بين المدرب المتميز والمدرب العادي؟ خلال الفترة اللي إحنا فيها دي بسبب كورونا فيروس أو كوفيد 19، طبعا الأوزان زادت جدا، كله ضرب وكرش وبتاع والقصص دي، أوزانه كلها ضربت. أنا مش بتكلم عن المدربين وبس، أنا بتكلم عن اللعيبة كمان أو الناس اللي هما بيلعبوا، الستات أو الرجالة، بسبب بقى كحك العيد، بسبب رمضان، بسبب المشكلة أو المشكلة اللي احنا فيها دي. طيب الفترة اللي جاية دي هتبين مين المدرب المتميز والمدرب العادي. كل الناس بعد الفترة دي إن شاء الله لما الغمة دي تنزح هيجي لك اللاعب يوم قايل لك إيه؟ أنا عايز أخس. أو اللعيب يقول لك لا أنا عامل كنت عامل شيب حلو قوي، عايز أرجع للشيب اللي أنا كنت عامله ده. طيب ده اما يروح مع المدرب اللي فاهم ده هيوصله بسرعه وبشكل منطقي وعلمي. طب اللي مش فاهم قول له اطلع كذا واعمل على تريد ميل كذا واعمل على كذا كذا، وهو عمال يعدل ويعمل اي حاجه. طيب المفروض بقى استغل انا كمدرب الفتره دي ازاي بشكل منطقي وسليم عشان اوصل اللاعب ده لاحسن طريقه علميه، اوصله لاحسن شيء بشكل علمي منطقي، ولا اثر على كبده ولا على كلى ولا على اي حاجه ولا على قلبه ولا اي حاجه، ووصله للتارجت اللي هو عايزه. تمام؟ المفروض حضرتك تكون عندك بعض الحاجات الاساسيه، البيزك الاساسي، اللي هو لازم تفهم او تدرس الفتره اللي احنا فيها دي او قبل كده. المفروض تكون دارس يعني ايه كينسولوجي، يعني ايه فيسيولوجي، يعني ايه سايكولوجي، يعني ايه مورفولوجي، يعني ايه اناتومي، كل طبعا المانجمنت والاداره وكل ده. طب ده مهم ليه بالنسبه لي بايه؟ ده مهم بالنسبه لك جدا. ليه بقى؟ انت دلوقتي جالك عميل عايز تقنعه ان انت مدرب شاطر، بتقنعه بايه؟ بالعلم اللي عندك، بجانب لازم يكون عندك بعض الفاسيلتيز او بعض السكيلز، بعض المهارات اللي هي عن المانجمنت وعن الماركتنج، تسويق، لازم تدرس حاجه زي دي. طيب حاجه ثانيه لازم تقنعه بنفسك، بمعنى باللي عندك. ما تقولوش مثلا هو جاي مثلا يقول لك ايه وانت بتكتب له في الجدول بتاعه او في البلان بتاعه تقوم كاتب له ايه؟ النهارده هنشتغل بنش. هقول لك بنش؟ طب ايه الفرق بقى ما بين مدرب بيقول بنش يعني دكه، ده مدرب دكه مع احترامي ليه يعني، واحد بيقول شيست، واحد قال لك لا مش شيست بقى، ده بيقول لك فيكتور الميجو او فيكتور الميجو، لا ده مدرب في كاتيجوري تاني خالص، ده راجل في حته تانيه، ده دارس، ده بروفيشنال، لا الراجل ده عينه هتبقى عليه. ليه؟ لانه عنده علم. تمام؟ طيب بجانب واحد تاني قال لك ايه؟ اول ما لقى واحد لقى رجله مثلا بتحبط كده او عنده مونه زايده، فقام قايل لك ايه؟ اطلع المشاية، انت بتموته؟ طب بتدمره؟ طب المفروض اعمل ايه؟ لا ده المفروض انت بتعمله تستات الاول. طب تستات دي عباره عن ايه؟ حسب بقى كل شيء او حسب كل كلاينت معاك انت بتشتغل بيه او بتشتغل معاه ازاي؟ بطريقه علميه، بطريقه منطقيه، بالعلم اللي احنا بنقول عليه ده. لو جه لعيب عنده مشكله مثلا او ما عندوش مشكله، يجي وبيقول لي ايه؟ انت مرنته دلوقتي هامسترنج مثلا، كويس؟ مرنته رجلين خلفي كلها، وجه بعد كده ما عملتلوش اطالات ثابته ولا متحركه. فيجي بعد فتره يقول لك انا رجلي بتوجعني، انا بدا ظهري يوجعني. وانت نسيت تمرنه على حاجه مهمه جدا اللي هي جلوتس، جلوتس ماكسيموس، جلوتس ميديوس، جلوتس مينيموس. طيب في عضله تحت الجلوتس اسمها بالفورمس، طب الفورمس دي بتعمل ايه؟ ده في تحتها عصب اسمه سياتيك نيرف، طب السياتيك نيرف ده ايه اللي حصل فيه؟ طب هل العضله ضغطت على العصب؟ طب انا لازم اعمل لها ستريتش، لازم. طيب في قصه لازم تتعلم، لازم تتعلم. اه المفروض اعمل ايه؟ انت اللي بيتفرج عليا المدرب، انت هل انت اتمرنت قبل كده جلوتس بشكل منطقي وعلمي؟ اتمرنت على الماكسيموم والجلوتس ميديوس والجلوتس مينيموس؟ اتمرنت عليهم؟ شو عرفت؟ عارف يعني ايه بيرفورمس مثلا؟ اتمرنتها قبل كده؟ شفتها بتتمرن ازاي؟ بعمل لها اطالات ازاي؟ بعمل لها ازاي؟ اعمل رجل على رجل واحط رجل على رجل واشتغل بطريقه ازاي؟ لازم تفهم يعني ايه العضلات دي؟ ايه العضلات دي؟ ما تجيش تقول لواحد ايه؟ انا هتمرن النهارده رجلين، هتمرن النهارده بايسبس، ايوه هتمرن النهارده ترايسبس، هتمرن مش عارف ايه، حلو الكلام، ايوه انت عارف اللونج هيد والشورت هيد، عارف العضله دي مكونه من كام هيد، عارف الارجن والانسرشن بتاع كل عضله، منشاها وانضغامها، عارف شكل الشيب بتاع العضله، طب ليه اما بشتغل كده بتجيب عضله فلانيه؟ ليه اما بشتغل من فوق لتحت بتجيب عضله ثانيه؟ ليه بتجيب الزاويه دي؟ الزوايا هل انت عارفها؟ هل انت دارسها؟ الموشن، رينج اوف موشن، هل انت دارس كل القصه دي؟ لازم تكون دارسها، اما انت لو ما انتش دارسها مين هيدرسها؟ بجانب بقى النقطه الجوهريه تانية. طب احنا هنقول ان انت ما شاء الله عارف كل الحاجات دي، جالك لعيب فجيت انت بيقول لك مثلا انا عايزك تهيبني عشان اشيلها بسرعات، فتيجي انت تقوم شايله حديد مثلا تلعبه سكوات مثلا مش عارف ايه، شايله حديد وهو عنده ماتش بكره، انت بتموت؟
طب المفروض اعمل ايه؟ لا ده علم بقى، ارجع للعلم نشوف بقى هو المفروض هنا اعمل معاه ايه؟ هنا الشدات والروحات والاحجام وكل حاجه دي بشتغل بيها ازاي؟ بشتغل بطريقه منطقيه بعلميه ازاي؟ طيب اللعيب التاني واحد مثلا عنده الاجيلتي ناقصه، عنده مثلا المرونات بتاعته الفلكسبيلتي مش مظبوطه، طب ده المفروض اشتغل معاه ازاي؟ طب المفروض الزاويه من هنا لهنا تكون عامله ازاي وكام ضربه؟ المفروض كل ده حضرتك تعرفه. امال ايه؟ هقول لك على حاجه، لو انا جبت لك لاعب، لو جبت لك لاعب بطل افريقيا وبطل عالم في لعبه مثلا كمال اجسام، وجيت قلت له خد الناس دي مرنهم، هل هيعرف يمرنهم؟ هيمرنهم كلهم زي ما هو اتمرن. ليه؟ لانه مرنهم على جهل، هو مش عارف شكل الجسم ده هينفع معاه اللي انا اتمرنت عليه ولا لا. تمام؟ طيب لازم. طب لو واحد بقى ما لعبش، يا سيدي انا هقول لك ما لعبش بس دارس، قال لك اه النمط العضلي ده انا بشتغل معاه بالطريقه الفلانيه، النمط ده بشتغل معاه بالطريقه العلانيه، النمط ده لازم كذا، لا ده في تيست لازم اعمله هنا، لا ده الراجل ده هيحصل له مشكله بعد فتره معينه لو انا ما اشتغلتش على الاستابيلتي والموبيلتي بتاع الهيب جوينت مثلا، بتاع مفصل الحوض، لا ده لو اشتغلت على الشولدر جوينت لازم اعمل استابيلتي وموبيلتي ليه وبطرق معينه ولازم العضلات دي تشتغل. طب الطريقه دي استخدم هنا ايه؟ طب اللاعب ده استخدم معاه ايه؟ لا الحته دي عند اللاعب ده العضله دي ما بتنماش كويس عنده او ما بتعلاش قوي او الشكل الشيب بتاع الحته دي الزاويه دي مش مظبوط، استخدم له زاويه ثانيه، اتفرج، اتعلم، زود نفسك. المدرب الفتره اللي جايه دي يا جماعه هتبين مين الشاطر ومين اللي مش شاطر، وصدقني هيجي لك ناس بتفهم تتمرن معاك تختبر، او يجي واحد يسالك هو عارف الاجابه بس بيختبر بيشوفك انت عارف ولا لا. لو جيت انت تقول له زي ما قلت لك في بدايه الحلقه، جينا نقول له ايه؟ اتمرن بنش، هيقول لك ده حلاق، بنش ايه يا عم انت حلاق على طول. طب لو جيت قلت له بيكتورالز مثلا او بيكتورال، هيقول لك لا الراجل ده في حته ثانيه. شيست، يقول لك لا الراجل ده برضه بيفهم او قاري او بيتعلم. تمام كده؟ طب ليه تجي تقول له لا ده احنا هنشتغل على الزاويه كذا، لا ده احنا هنعمل مثلا كذا، لا ده انت هتشتغل مسطح بطريقه فلانيه، هتشتغل عالي الاول، هتشتغل بدمبل قبل البار، هتشتغل بالبار بس بزاويه كذا، لا هنعمل نمط ثاني على جهاز ثاني، لا هنشتغل على استك. لازم يا باشا تكون دارس كل ده. طب وايه فايدته؟ ايه دخل امتى؟ فوم رولينج دي هستخدمها ازاي؟ استخدمها في فترات ثابته ولا متحركه؟ كل ده لازم تعرفه، لازم تعرفه. الفتره اللي جايه دي يا جماعه انا بناشد كل الناس اتعلموا. غالبا احنا متاخرين شويه، في الفتح، يعني غالبا يعني قدامنا شويه عشان نفتح او المنظومه الرياضيه ترجع لايه؟ لحالتها الطبيعيه، بس لما ترجع هترجع بقوه وهترجع للي بيفهم. اللي هيستفاد اللي بيفهم، واللي عايز يتعلم واللي اتعلم طيب المفروض بقى انا الفتره اللي جايه دي، الفتره اللي احنا فيها دي، لازم اتعلم اللي احنا قلنا عليه ده، لازم اتعلم ماركتنج كويس، تسويق، اسوق لنفسي ازاي، سواء على السوشيال ميديا او على ارض الواقع، ازاي اسوق لنفسي. تاني حاجه اتعلم علم النفس، ده مهم جدا. اللاعب، طيب اتعلم لو جالي لاعب صغير طفرات النمو بتاعته، امتى اديله سرعه؟ امتى اديله قوه؟ امتى اديله مرونه؟ امتى اديله نشاط؟ انه سن ينفع معاه ده؟ طيب لو لعيب صغير ينفع اديله سرعه؟ مع ان السرعه احنا عارفين انها بتتمرن عند 16 17 سنه، وده هنتكلم عليه في حلقات سابقه حلقات جايه. طيب اللعيب ده اديله امتى؟ طب اديله كام في الميه من البرنامج ككل؟ طب هل انا لازم افهم في التخطيط؟ طبعا لازم تفهم في التخطيط، لازم تفهم اعمل بلان ازاي؟ مش كل الناس هيجوا لك بيلعبوا بادي بيلدينج. طيب المفروض اعمل ايه؟ المفروض لازم تكون فاهم كل ده، استخدم حبل امتى؟ استخدم تي ار اكس امتى؟ ايه الحاجات اللي بتعمل موبيلتي واكسبيلتي للعضله وبتعمل فليكسيشن؟ الكلام ده كله مهم جدا جدا جدا، لازم افهم يا جماعه العضلات دي بتتكون ازاي؟ جسمي بيتكون عباره عن ايه؟ الابر ليم واللور ليم، الاكشيال، كل ده لازم اكون عارفه. ليه عارفه؟ عشان تعرف الحركه دي بتتعمل ازاي؟ طب ليه هنا بلف؟ هنا بعمل كذا؟ طب الزاويه دي بجيبها من فوق لتحت، هنا انا عضله اشتغلت، لازم اكون مركز، لازم اكون بفهم، لازم اكون بفرج، لازم اكون على علم. وان شاء الله اتمنى الفيديو يعجبكم واتمنى انكم تشيروه، وشكرا لكم.